نتابع مشاهدينا هذه صور مباشرة. هذه الغارة إذن على ضاحية بيروت الجنوبية بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارين بالإخلاء لمنطقتين وطلب من السكان الابتعاد 500 متر عن تلك المنطقة، منطقتي برج البرجنة وتحويطة الغدير. إذن كنا نقلنا لكم هذين الإنذارين من قبل القوات الإسرائيلية بإخلاء منطقتي برج البرجنة وتحويطة الغدير والتحذير السكان بالابتعاد 500 متر عن تلك المنطقة. الآن استهدفتها إسرائيل كما نرى في هذه الصور المباشرة. هذه غارة أولى جلال على الضاحية الجنوبية لبيروت في سياق الاقتراب الذي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيمددها. هي استهدفت منطقة برج البراجنة في عمق الضاحية في بيروت الجنوبية. غارة واحدة إذا دفنت خلال الدقائق القليلة الماضية. كان الجيش الإسرائيلي تحدث عن 6 مواقع سيستهدفها الإمارات، 4 مواقع داخل برج البراجنة وموقعين قوية إذن مشاهدينا ما زلنا نتابع معكم هذه الصور المباشرة لقصف منطقتي تحويطة الغدير وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت كما نرى في هذه الصور بعد إنذارين من إسرائيل تطالب سكان المنطقتين بالابتعاد 500 متر عن تلك المنطقتين أو عن هذين المكانين بالتحديد. والآن تم قصفهما بشكل مباشر كما نرى في هذه الصور. وما زال التصعيد الميداني مستمر على الجنوب اللبناني وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي هذا التصعيد الذي يسبق أي إعلان أي هدنة أو وقف لإطلاق النار في لبنان والمرتقب خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.